قدام بقى البنات اللي لسه ما اتجوزتش، متخيله عيد الحب بتاعك ازاي؟ قولي لي كده خيالك عشان نقارن بين خيالك وبين الواقع. لا طبعا مع الواقع صدام. لا ليه؟ لا اللي هو مثلا يعني هو متخيله ايه اللي يحصل؟ لا مش يعني النهارده لو انت مرتبطه كان ايه البروجرام اللي انت حاطاه في بالك؟ انا كنت هعمل ايه لو انا مرتبطه؟ كنا هنخرج اي مناسبه لازم نخرج. مفيش حاجه، ما اعرفش بقى لو عندنا اولاد هنخرج ولا ايه. مفيش طب اكله حلوه ولا ايه؟ اكله حلوه هناكلها بره بقى. داخله على طمع. هي شبهي شبهي شويه. اه بحب نخرج. نعمل بالي فتره الخطوبه فعلا بتختلف عن الجواز، لان فتره الخطوبه انا عايزه اخرج مع خطيبي، عايزه اعرفه الاول. خلي بالك احنا لسه شخصيتين، يعني هقول لك ان الزواج عامل زي ايه؟ عملتين طايرين في الهواء. العملتين دولت لما بيتقابلوا مع بعض هو انا عايزين يتعرفوا على بعض، فانا هعرف صفاته وهو انا هعرف صفاته وهو هيعرف صفاتي. فبالتالي مع الخروج مع الاحتكاك ما بيننا وبعض هنبتدي نعرف. وما تنسيش كمان من فتره الخطوبه كمان ان الواحد بيبقى بيطلع كل حاجه حلوه فيه، ما بيحاولش يبين ان في عيوب، رغم ان ما في بني ادم كله خطاء، في عنده مميزات. دي مشكله يعني. هو الافضل ان كل واحد يعني يظهر بطبيعته، أي يبين عيوبه ومميزاته عشان دي نشوف وين تحصل في الواقع. انت في الواقع خطيبك خطيب، يعني انا جوزي قبل الجواز انا هقولك في حاجات انا ما كنتش عارفاها، بعد الجواز ابتديت اتداركها وابتديت ان انا يعني ايه مش هعدل فيها، لاني طبعا كلمه عدل دي طبعا نوي، لكن ابتديت عرفت مثلا ايه لو هو مثلا في حته العصبيه، طب انا ازاي ابعد عنه وقت العصبيه لحد ما يهدى وابتدي اتكلم معاه. وقت الخطوبه كانت انت ما شفتيش العصبيه، لان ماكسيمم بتقعدي معاه كام؟ ساعتين ثلاث ساعات، مش حياه كامله.